انا برضو يعني اسامه فارس، انا هينضم لي في هذه الاثناء الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سعد بيه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويوم بنقول يوم لاشراق شمس جديده ويوم من الايام التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. شكرا جزيلا وصباح الخير على كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وصباح الخير على جماهير النادي الاهلي العظيمه. في الحقيقه احنا النهارده في غايه السعاده، يمكن احنا النهارده بدانا بالفعل الفتح اللجان الساعه 9 صباحا بتمام 9. في الحقيقه زي ما انتم حضراتكم شايفين يمكن كاميرا النادي الاهلي بتنقل كل وقائع التدفق الكبير لاعضاء الجمعيه العموميه وحرصهم من الصباح الباكر في الحقيقه ان هم يبقوا متواجدين، والالتزام بتعليمات اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات بالكامل. وده اعتقد ان هو شرف كبير للنادي الاهلي ونموذج فريد دايما بتقدمه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وبندعو الناس ان شاء الله كلها ان هي تتواجد للمشاركه في هذا العرس الكبير، مش بس العرس الكبير، عشان ترسم مستقبل النادي الاهلي وبقوه. تمنياتي بالتوفيق ليوم جميل ان شاء الله، وشكرا لقناه النادي الاهلي. دكتور سعد، كنا بنتكلم على اشراق شمس جديده في النادي الاهلي بيواكبها في نفس الوقت اشراق شمس مصر الجديده وافتتاح طريق الكباش والدوله المصريه والتهنئه والتحيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني في الحقيقه دايما في توافق وتوائم ما بين رؤيه القياده المصريه بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنهنئ مصر ايضا وبنهنئ سيادته بالاحتفال العظيم اللي كان موجود امبارح وكل العالم شاهد بيه. يمكن كل الصحف العالميه النهارده بتاكد ان مصر تشهد في خلال عام واحد احتفالين عظيمين يشهد بيهم العالم، بتعكس الحضاره المصريه العريقه، وايضا بتمثل وبتشكل قوة المستقبل الجديد لجمهورية مصر العربية والجمهورية الجديدة في عهد فخامة السيد الرئيس. النهاردة أيضا النادي الأهلي في اليوم التالي أيضا وكأحد المؤسسات الوطنية العريقة بتكمل هذه الرؤية وبتخش في إطار النموذج المصري الفريد إن شاء الله. تمنياتنا بالتوفيق لمصر وتمنياتنا بالتوفيق للنادي الأهلي وجمعيته العمومية، وزي ما انتم سامعين الهتافات بتاعة أعضاء الجمعية العمومية لكل السادة المرشحين، ونتمنى ان شاء الله ان يبقى يوم جميل لكل الاهلاويه ان شاء الله ويوم جميل لمصر. دكتور سعد، عايز اختم مع حضرتك بنقطه مهمه بتدل على قيمه ورقي النادي الاهلي. شفنا الساده المرشحين هم بيتبادلوا السلام والاحضان، وده اللي بيدل على يعني ايه النادي الاهلي. في الحقيقه زي ما حضرتك بتقول قيم النادي الاهلي ظاهره في الجمعيه العموميه، نحن نتنافس بروح رياضيه جميله. كل الساده المرشحين في الحقيقه كانوا في الصباح الباكر متواجدين بيهنوا بعض وبيسلموا على بعض وبيتمنوا التوفيق لبعض، لان احنا اسره واحده هي اسره النادي الاهلي واسره عائله الاهلي. ده شعار احنا بنشتغل عليه بقالنا 4 سنوات، هذا الشعار ايضا مستمر، وده بيعكس القيم بتاعه النادي الاهلي، تاريخ عريق، مبادئ ايضا راسخه، عمليه تطوير مستمره. واحنا يمكن النهارده بنشوف ايضا الانتخابات بتاعتنا فيها تطوير جديد، شايفين عدد اللجان زاد عن الانتخابات الماضيه، شايفين حجم التسهيلات اللي بتقدمها النادي الاهلي بمجلس ادارته اللي بيقود هذه الدوره الماضيه، وبنقدم مجلس اداره جديد للدوره القادمه ان شاء الله. فاعتقد ان هي استدامه تواصل قيم النادي الاهلي عبر جمعيته العموميه. شكرا يا دكتور سعد، وانا عارف الاداره التنفيذيه عيون لا تنام على مدار الايام الماضيه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكر جدا. أسامة فارس، ده كان لقاءنا مع المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي.